بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم راح نحلو الموضوع الثاني من مواضيع امتحان شهادة التعليم الابتدائي. نحاول مع بعض نقرأ النص ونحاول نفهمه. Débêtes sauvages, les حيوانات المتوحشة. Les animaux sauvages sont des animaux sans maître. الحيوانات المتوحشة هما هذوك الحيوانات التي تعيش بدون مربي. Ils habitent à la nature, يعيشون في الطبيعة. En liberté, في الحرية. La montagne, la forêt, les rivières, le désert, le zoo, la jungle ou la savane. يعيشوا في الجبال, في الغابة. الغابة هنا نقدر نقولوا عليها بالفرنسية la forêt ولا لا جنغل ولا لا سافال. يعني هذو لي تخوا مو سون دي سينونيم, كامل المعنى تاعهم واحد. الغابة يقدروا يعيشوا في لي غيفيير اي لو ديزير اي لو زو, يقدروا يعيشوا في الانهار, في الصحراء وفي حديقة الحيوانات. ايل فيف دون دي تيريي دي تانيير دي غروت, يعيشوا في الجحور, يعيشوا في العرين, كما يقدروا يعيشوا في الكهوف. فوالا لو تيريي معناتها الجحر, لا تانيير معناتها العرين, لا غروت معناتها الكهف. ايل سون كارنيفور, هاد الحيوانات المتوحشة يقدروا يكونوا دي زانيمو كارنيفور, يقدروا يكونوا هربيفور, يقدروا يكونوا غرانيفور, يقدروا يكونوا اومنيفور, كما يقدروا يكونوا فروجيفور. Les animaux carnivores هما حيوانات أكلة اللحوم. Les animaux herbivores هما حيوانات الأكلة العشب. Les animaux granivores هما حيوانات التي تأكل الحبوب كما الدجاج مثلا ولا الطيور. Les animaux omnivores هما الحيوانات التي تأكل كل شيء, الفواكه, الحبوب, العشب, الخبز etc. والحيوانات frugivores. نهضروا على لي بروميي لي زانيمو كارنيفور. لي زانيمو كارنيفور اكلات اللحوم, شاس بور سو نوغير, كيفاش ياكلوا لازم يصطادوا باش ياكلوا. لي دوزيام سيتادير لي زانيمو هربيفور اكلات العشب, بروت لارب, ياكلوا العشب في الحقول ولا في الغابات. ايل سو نوغيس اوسي دو بلانت دو فوي دو فروي اي ميم دو غاسين. هاد الحيوانات اكلات العشب لي زربيفور يقدروا كذلك ياكلوا العشب كما يقدروا ياكلوا النباتات, الاوراق, الفواكه اي ميم لي غاسين الجذور. Certains animaux sauvages sont grands, redoutables, malin, rusé, dangereux et solitaire. هناك من هذه الحيوانات المتوحشة كاين الحيوانات الكبيرة كما كاين الحيوانات الضخمة جدا, كما كاين الحيوانات الذكية, الحيوانات الماكرة, الحيوانات الخطيرة, وكاين كذلك الحيوانات التي الانفرادية التي تعيش وحدها comme le renard, le lion, le loup et l'éléphant. كما الثعلب, الأسد, الذئب والفيل. دوت سون فراجيل, سيتادير كاين حيوانات متوحشة ولكنها ضعيفة. ديليكا, بوتي, بورو, دو, لطيفة, تخاف, صغيرة الحجم. اي لون, وبطيئة, كوم لا تورتو, كيما لا تورتو. لا تورتو السلحفاة هو كائن صغير الحجم وبطيء. لو زابغ, لا جيراف, لو فناك اي لا غازال. لا غازال لو زابغ هو الحمار الوحشي, لا جيراف الزرافة, لو فناك الثعلب, لا غازال الغزالة. لوم هنايا واش يدير الانسان, واش يدير لوم شاس تو اي كابتور لي زانيمو سوفاج. الانسان يصطاد ويقتل ويلتقط الحيوانات المتوحشة. il détruit leur
habitat naturel, يحطم حياتهم الطبيعة, et contribue à leur souffrance. يعني الإنسان في هذه الحالة يشارك في معاناة الحيوانات المتوحشة. Voilà, on a terminé de lire notre texte, de lire et comprendre notre texte. Nous reprenons les questions de compréhension. On va commencer. كما شرحت لكم في لا فيديو بريسيدونت, نفهم الطفل تاعي مليح, نقول له باللي حضر الورقه تاعك, ما تنساش الاسم, ما تنساش اللقب, تكتبهم بطريقه صحيحه, ما تنساش السيناتور تاعك, الامضاء تاعك, ما تنساش الرقم التسجيل تاعك, لازم تكتبه بطريقه صحيحه. ومن بعد مباشره تبدا بالاجابه على الاسئله. اول حاجه تكتب بلا تخمام, تكتب كومبريونسيون دو ليكري, هذه اللي راهي مكتوبه قدامكم هنايا, تكتبها مباشره. داكوغ, ومن بعد تكتب رقم واحد. هنا كاين اخطاء في الارقام, احنا ما يهموناش, اكتب رقم واحد وبدا مباشره الاجابه. نقراو السؤال. ريبون او كيستيون سويفونت. كو شاس لوم, دو كوا سو نوري لي زانيمو هيربيفور. الاجابه تاع السؤال الاول موجوده في اخر فقره. لوم شاس لي زانيمو سوفاج, نجاوب على حساب سؤال. ما كان لها نقول لوم شاس تو اي كابتور لي زانيمو سوفاج, باسكو في السؤال كاين لو فيرب شاس فقط. الوغ نجاوب على حساب سؤال لوم شاس لي زانيمو سوفاج. كيفاش تكون الاجابه تاعي هنايا؟ شوفوا السؤال. كو شاس لوم, كو سي ان ادفيرب انتيروغاتيف, هذا نسوبريميه ما نحطوش في الاجابه تاعي. ومن بعد عندنا شاس لو فيرب, وعندنا لوم لو سوجي. واش ندير انا هنايا؟ نقلب لو سوجي و لو فيرب, والاجابه النموذجيه تاعي تكون بهذه الطريقه. لوم شاس ماشي شاس لوم لي زانيمو سوفاج, داكوغ. لوم شاس لي زانيمو سوفاج, اي جو مي ان بوان على فان دو ما ريبونس. الاجابه تاع السؤال رقم 2 موجوده في الفقره الثانيه. دو كوا سو نوريس لي زانيمو هيربيفور. نبدا هنايا بلو سوجي, نبدا الاجابه تاعي بلو سوجي. لي زانيمو هيربيفور سو نوريس دو, ونروح للفقره الثانيه نقل الاجابه. سو نوريس دو بلونت, دو فاي, دو فروي, اي ميم دو راسين. سي با لا بين نكتب اوسي, نجاوب فقط على حسب السؤال. لي زانيمو, نقلب لو سوجي و لو فيرب كيما فهمتكم, ونقول لي زانيمو هيربيفور سو نوريس دو, se nourrissent des, d'accord, se nourrissent des plantes, des feuilles, des fruits et même des racines. On enlève l'adverbe interrogatif quoi. نروحوا للسؤال الثاني. Choisis la bonne réponse. Les animaux sauvages habitent à la ferme, à la maison, à la nature. نكتب اثنين تيغي, ونكتب مباشرة, ما نكتبش شوازي لا ريبونس كوريكت. هذا يعتبر هذه سي لا كونسيني, ما نكتبهاش مباشرة, نكتب رقم 2 ونكتب لي زانيمو سوفاج ابيت ا لا ناتور. نختار الإجابة رقم 3. الإجابة تاع السؤال الثاني موجودة في الفقرة الأولى في السطر الثاني. Voilà. La question numéro 3. Relève du texte un adjectif ordinal et un adjectif cardinal. Les adjectifs numéraux ordinaux هما الأرقام مكتوبين بالحروف, كما par exemple 1, 2, 3, 4, 5. روحوا للمراجعة اللي راني حطتها, كاين لا ديفينيسيون تاع لي adjectifs ordinaux. أما لي adjectifs cardinaux هما هادو الأرقام مكتوبين بالحروف, ونضيفوا لهم إيه إيم. نجبدوا من النص ان adjectif أو بيان دو adjectifs ordinaux. Les adjectifs ordinaux qui se trouvent dans le texte sont 7. Kayn wahed faqat 7 rahom mawjoud fi al-satr athani fi al-faqra al-oula. في الفقرة الأولى. أما الأدجكتيف كاردينال أو بيان لي أدجكتيف كاردينو اللي موجودين في النص, أم كاينين في الفقرة الثانية, كاين بخومييي إي دوزيام. داكوغ, هادو. نروحو للسؤال رقم 4. تخوف دون لو تكست 5 مو كي كاليفي لي زانيمو سوفاج, إي روكوبي لي.
نبحث في النص على 5 كلمات اللي تصف فيها الحيوانات المفترسة ونكتبهم. هنا نكتب رقم 4 ونحط هذه الصفات، نكتب بهذه الطريقة لي 5 مو كي كاليفي لي زانيمو سوفاج سون، نقطتين، لي 5 مو كي كاليفي لي زانيمو سوفاج سون، نقطتين ونكتب grand, redoutable, malin, rusé, dangereux. Ok, nous avons un autre, solitaire, petit, etc. Nous allons à la question numéro 5. Transforme ces phrases à la forme affirmative ou négative. La première phrase, le lion est un animal domestique. C'est la phrase, c'est une phrase affirmative. Narjahal, une phrase négative. La deuxième phrase, la gazelle ne broute jamais l'herbe fraîche. C'est une phrase négative. Narjahal, une phrase affirmative. Kifasharaf Tbili, c'est une phrase négative car elle contient les mots de négation ne et jamais. Et les mots de négation sont ne jamais, ne pas, ne plus, ne rien. Je transforme la première phrase en phrase négative. Le lion est un animal domestique. Je vais la transformation. Le verbe. Le verbe est. Je place ne avant le verbe et pas après le verbe. Et je dis le lion est. Le lion n'est pas un animal domestique. Le lion n'est pas un animal domestique. Voilà. La deuxième phrase, la gazelle ne broute jamais l'herbe fraîche. باش نرجع لهاد la phrase une phrase négative ou bien affirmative. Je supprime ne et jamais. On dit la gazelle broute l'herbe fraîche. Voilà. La question numéro 6 complète ce qui suit. هنايا سي لا كونجوغيزون ولكن عطاك السؤال بطريقه غير مباشره. هنا بداو الاسئله يصعبوا شويه. Complète ce qui suit يعني اتمم. Les animaux sauvages se soignent tout seuls. On a le verbe l'indirlo la conjugaison. Le verbe l'indirlo la conjugaison voit le verbe se soigner. C'est un verbe pronominal. Se devient me. Se tarja me. Parce que la conjugaison reste comme le pronom personnel je. On coule je me soigne tout seul. On bidle la terminaison. E-N-T tarja e. Voilà. Vous, la particule se. Tu les vous. Ou la terminaison ترجع EZ. On dit vous vous soignez tout seul. La conjugaison tana. Le lion rugit. Il chasse une gazelle. Le verbe wa rugit. تعاودوا la conjugaison مع il avec S parce que les lions c'est pluriel. On dit les lions rugissent parce que c'est un verbe du deuxième groupe. La terminaison c'est I deux S. ENT. Il chasse ENT une gazelle. Voilà. Nous allons à la question numéro 7. سؤال سابع complète par l'homophone grammatical qui convient. Les homophones grammaticaux proposés هما A, l'auxiliaire avoir conjugué au présent, A accent, une préposition, ET, un mot de liaison, EST, l'auxiliaire être conjugué au présent, SONT, l'auxiliaire être conjugué au présent, SON, un déterminant possessif. ونحلو مباشرة. À la forêt, le lion a une gazelle. A, l'oula, c'est la préposition. La deuxième, c'est l'auxiliaire avoir. Il est fort et robuste. Son corps est grand. Les crocs sont grands aussi. La production écrite. Décris un animal que tu préfères. يعني صف أو صف الحيوان المفضل لديك. N'oublie pas de écrire un titre à ton texte. Utilisez la troisième personne du singulier. Utilisez des verbes conjugués et des adjectifs qualificatifs.
utilise la boîte à outils suivante. Voilà. Donc, هنا الطفل يكتب على l'animal préféré تاعو. لما يختار l'animal, يكتب le titre, العنوان. والعنوان, généralement, هو الاسم تاع l'animal هذاك. Par exemple, le lion, le crocodile, le loup, la tortue, l'autruche. هذا هو العنوان. ومن بعد لا فراز تاعو دايما لما يوصف الحيوان يبدا لا فراز بالجمله الاتيه. par exemple la tortue est un animal sauvage, la vache est un animal domestique point. ومن بعد يروح يوصف الحيوان هذا, يذكر المكان وين تاعو, وين يعيش, يوصف الشكل تاعو, نوع الاكل اللي ياكله والميزه تاعو. انا الحيوان اللي اخترته هو لوتريش, النعامه. وقلت لوتريش اي توازو روبست, ما قلتش لوتريش اي ان انيمال سوفاج ولا, لانه النعامه تعتبر من الطيور. فوالا, لوتريش اي توازو روبست, طير ضخم جدا. الا ان لونكو, عندها عنق طويل. de longue patte puissante, عندها أرجل طويلة وقوية. elle n'a que deux doigts à chaque patte, عندها إصبعين في كل رجل. le mâle possède un plumage noir avec les ailes et la queue blanche, tandis que la femelle a un plumage gris brun et elle est plus petite. يعني الذكر عن le plumage تاعو, الريش تاعو جاي أسود. داكور, والانثى الريش تاعها جاي رمادي. فوالا, الي بلو بيتيت, الانثى جايه اصغر من الاخر. L'autruche est le plus grand des oiseaux coureurs, mais elle est incapable de voler. Cet animal est omnivore. ذكرت كذلك في الاخر بلي l'autruche هو يعتبر عصفور, ولكن اكبر عصفور. L'autruche est le plus grand des oiseaux coureurs. وذكرت الصفه تاع coureur لانه الميزه تاع l'autruche كما نعرفوا كامل النعامه, الميزه تاعها هي الجري. Mais elle est incapable de voler, ما تقدرش تطير. Cet animal est omnivore, هذا الحيوان يأكل كل شيء, les fruits, les grains, la viande, etc. وبهذه لي ميور نكون وصلنا لنهاية لا فيديو تاعنا. عبالي طولت معكم شوية اليوم, ولكن الإطالة هذه ما كانتش يعني في الفراغ. وريت لكم كامل كيفاش توروا الأولاد تاعكم كيفاش يتجاوبوا بطريقة نموذجية. نتمنى تكونوا استفدتوا, ونتلاقاو إن شاء الله في الفيديو الجاية مع موضوع جديد. au revoir.